بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بالعيد منتقي اللي كيتواجد هنا عند واحد البطل معروف على الساحه الوطنيه والمحليه ومعروف كل اسبوع كنجيو نديروا ليه واحد عمليه ديال كونترول غير بينه وبينه، ماشي على حساب الاتحاد الوطني. والاخ البطل خالد كينتمي للجمعيه ديال القدس، ولتذكير الاخوان جمعيه ديال القدس وجمعيه البيضاويه مواد مسابقة مشتركة في مسابقة الوليدية. الأخ خالد أكرد بغينا نشوفوا الحمامة الأولى مع الجات. يا مرحبا. بغينا نشوفوا الحمامة واش هي ولا ماشي هي، المهم. ديجا جيتي كونترول جيب جينا كونترولينا عندك هنا شحال من مرة. ولفتي. كل أسبوع ولفنا عندك الأخ البطل خالد ورينا الحمامة اللي جات الأولى. هي الحمامة الأولى. هذه كان ضابط الوزير أرقانا. وضربه 13 في اتحاد في 17 الحمامه كانت ضربه 13، وهي عاوتاني اليوم عاوتاني ضربه بريميان. الله يسخر هذه الحمامه. هي عقلها سير 50 21 21 50 21 21 21. الله يسخر الله يسخر. هذه الحمامه الاولى اللي جات في المسابقه ديال الوالدين. هاي تشوفوا الكونستات باش تشوفوا بالنسبه ديال هاي الشيخ 50 جمعيه القدس. هذه الحمامة كما كتشوفوا معنا في الشاشة 50 21 50 21 21 مع 10 و 48 توقيت ديزور 48 ترونسو 13 سوبون. الله أكبر. دا 8 ديال الحمامات. الحمامة الأولى الله يسخر لي. الحمامة الثانية تاهي معاها. نشوفوا الحمامة الثانية قبل ما نشوفوها مباشرة. هاي نجي شوية نجي. هاي الأولى 48 13 هي الثانية 48 17 ديزور 48 17 سوبون. الرقم الخاتم بحال رقم خاتمة خالد هنا ما كيبانش ليا الرقم الخاتم هنا. هذيك 46 46 20 20 55. عدد الحمام 8 لونجمون. جوج حمامات. الحمامة الثانية صافي ما جاوبش. الله يسخر. 8 على 8 الشيء. الحمامة 2011 8 على 8 هما اللي يدا. الله يسخر لي. هاي الحمامة الثانية تا هي جوني روندا. مش حمامات روندا ياك. 46 20 50 46 20 55 الله يسخر. والحمام هادي باش نشوفو على حساب 2012 كما كتشوفو معنا هي. الله يسخر ليه. وهاد الحمام حاصل على شي 9 دبلومات دابا 8 وكيتلقى يكونو جوج 9 دبلومات حاصل. 9 دبلومات شحال من هذا الحمام شحال من دبلوما حرزات عليه في الجمعية ديال المنتدى تحت السلطان. عندها 4 4 دبلومات. 4 وفي القدس عندها جوج. اييه. وداك العام حاصل على 3 من جمعية الاخ خالد. دابا في البيضاوية جمعية البيضاوية. دابا في جمعية حداوية. وفي التحدي ديال سلطان القدس. كاع جمعيات كاع جمعيات عملت فيهم ضربة فيهم هذي. الله يسخر هذي الحمامة هذي من نوع الرفيع. هذي الحمامة اصل جنسن. جنسن. جنسن ديال بن يحيى. بن يحيى الله يجزيك. بن يحيى اللي داير الطونديم مع كامل حميد. اييه بن يحيى. الله يسخر لي. جنسن ديال بن يحيى. اللي كيمارس دابا في جمعية ديال الحداوية. الحداوية. الله يسخر فيها. وهذي كان خديتها مع الاخ عابد. عابد عبد اللهوي هو اللي كان ولعني بها مسكين. خديت الوالدين ديالو خدموا عطاوني هذه ضربة شعديت. كلها جنسن ياك؟ كلها جنسن 100% كلها جنسن. لا الله يسخر. هي والديها قلتي ديال الاخ بن يحيى. ديال جنسن ديال بن يحيى. وهذه ديال عبد اللهوي. ديال عبد عبد اللهوي. عبد عبد اللهوي. الله يسخر ليه حمامة ممتازة. جنسن 100% كلها جنسن. بحال هاد الحمامات اللي كنذكر الاخوان بحال هاد السلالات هما اللي خصهم كضربوا وتعاود. اي ما تلقى انت كنضرب كنعرف راسي غنضرب. اي تلقى انت كنضرب بها. الله يسخر. كاين هي وكاين هذيك الدفليه حتى هي اللي نشدها. هي هذه. هي هذه. هذه وليت كنعرفها انايا. هذيك ضربه تروازيام في الاتحاد في جمعيه التحدي. تروازيام ارقانا وضربه 13 في 17 الف حمامه. وفي المسابقه ديال اليوم هي الاولى ياك. المسابقه اللي بالراس هي هي الاولى. الله يسخر. وغتكون تبع بالنسبه للجمعيه ديال القدس. الجمعيه البيضاويه غتكون مع تخبونا بريميان. هذه هي بريميان في الجمعيه ديال القدس. وهاد الحمامه اللي كيحمل الاخ خالد اللي معاها هي الحمامه الثانيه. هي روندا روندا في الجمعيه ديال القدس. وبالنسبه للجمعيه البيضاويه غادي تكون هذه الحمامه هي غتكون دوزيام. دوزيام على حساب اتحاد مشترك بين جمعيه القدس والجمعيه البيضاويه. الله يسخر لك. اذكر هذا تا هو خالد هو عنده ديبلوم. هذاك تا هو عنده ديبلوم. الله يسخر. وهي الصديقه ديالنا والديه ديالك ياك؟ لا ديال عبد اللهوي.
ديال عبد الله واش فيها شي ما شي دم ديال برانيا فرنساوي ولي ديال فرنساويين فرنساويين وهذه هي الحمامه المعروفه البطاله ديالي هذيك البطاله ديال ثلاث سنوات متتاليه دابا صيفيها في التالوت والجمعيه البيضاويه والجمعيه ديال المنتدى التحدي في سلطان وبنتها وبنتها ايضا شبهات دابا صيفيها في الاليفاج بنتها راهي هاي بنت مدعيه مدعيه اللي ملي مدعيه الدفيليه ياك هذه اللي اغوش ياك هي كي دابا تطلع الاخر هي ويسخر الحمامات هذه كاع ضاربين هنا راه كلشي ضارب ويسخر لك الاخ خالد كنشكرك بزاف على هذه المجهودات اللي كتعمل مع الحمام ديالك هذه الشراني مصورتها دابا خمسه الدبلومات هاد العام حتى هي هذه الجرانيه بنتها بنتها الجرانيه هذه هذه اللي اغوش بنت اغوش ومعها ما هي الحدا وما هي هذه الورديه هذه جنس بوحافه هذه جنس ديال بوحافه الله يسخر معروف الجنس ديال بوحافه معروف الفيتاس دو مي فوق ومعروف على الصعيد المحلي في الطلبه اللي قلت لي جنس ديال بوحافه جنسن ما كاين جنسن هي جنسن الله يسخر ليه هذا هو اللوفت المتواضع ديال اكرد خالد عابد كونديم هذا المخلط تا هو يلاه جابو هاد السيمانه هادي باغي يبدا يهبط به الحمامات ديالو باش ما يطردوش ليه الفريخات وكنصح اي مولع يكون عنده بحال هاد المخلط هذا كيولف كيولف بالولاد باش الفريخات ما يمشيوش ليه هذا يلا دبرتي عليه اليوم خالد يلاه جبتو هذاك على قبل الولاد باش على بالي نفرق الولاد ممكن حافظ ليهم كيخلي يمشي يطير ويجلو كيطيرو كنطلقو كيهبطهم مزيان واش بديك لا راسك ينفع مزيان مزيان الحمامه الا بغى يهبط كيهبط هي اوكي هو ضرب هذا كيهودها مزيان الله يسخر انا كنصح لك عنده مشكل في باش الحمام ياخذ شي مخلط يولفو الله يسخر الاخ خالد هذا هو الوضع المتواضع ديال الاخ اكرد خالد صوتو ليا حتى شو دار في الدبلومات هذا هذا هو ولد ولد بدعيه ديالي ولد هذا في الدبلومات هذا السنه باقي شنبور مزيان باش خرج دار دبلومات هذا باقي شنبور بقى ما لحقش ليه شهاده هذا ولد ولد بدعيه ولدها ولد بدعيه نيت هذيك المعلومه سينك يا ما ولد دار دبلومات هذا العام هذا اذكر هذا وباقي ما لحقش ليه شهاده مزيان ولدها مع البور ديال حميد اكرد وبغيت نسولك الاخ خالد اذكر هذا واش غادي تكمل به ولا غادي لا صافي لا باقي صغير ما لحقش ليه شهاده انت شوف انت كيبان لك كلشي انت باقي ما بدلتش ليه شهاده باقي كلشي باقي صغير ومع ومع هذا الحاج عنده ممتاز هنا ومع وهذا العام ضرب جوج دبلومات وباقي صغير بزاف ولد شهر 10 شهر 10 انا النظريه ديالي الاخ خالد الذكر هذا خصك تحبسو لا غادي نحبسو ضروري غنمسح حبسو السنه المقبله ان شاء الله السنه المقبله مزيان السنه المقبله غادي يقول الكلمه ديالو السنه المقبله ما كاينش يشدو ان شاء الله انا عارف ان شاء الله كما وعدكم الاخ خالد ما كاينش اللي غايشدو ان شاء الله انتظروا هذا البطل هذا الصاعد هذه السنه هذه الذكر هذا باقي صغير هو كما كيشوفوا معنا غادي يقول الكلمه ديالو وهذا الدفليك حال خديته من عند عبد الله والاخ عبد الله هذا خديته من عند عبد الله تبارك الله راه هذا ممتاز باين ليا في الوقفه ديالو نيت باين ليا مخرج عيني لا لا خويا بنتو مع الورد ديالك اللي وليت قبيله دار بنتو هذا فيه بواد الدفليك حال ديال الوكيل البلجيكي ديال الوكيل خالد طونديم بالعيد متشاقي بالعيد متشاقي هذا الكادو صافي هذا كترد ليا في العيبان حميمات قلال حميمات كما كتشوفوا معنا اللوف ديال اكرد خالد حميمات قلال على قد الحال والله يسخر ليه انت راه كتشبه ليه شويه حتى تذكر الاخوان الناس اللي باغيين يلعبوا مزيان خص ما يكونوش معمرين جاني بزاف ديال الحمام باش ما يكثروش الامراض والحمام كاع دائما ضاربين الثمانات الكحله والموفيطه كاع ضاربوها كلهم لاعبين لاعبين الثمانات بدلا من تغلط اللي كانت كارثه وكارثه جدا وهذا اللي ضرب وهذا اللي ضرب فيه بريمير دوزيام راه لاعبين تغلط كارثيه ثمانات لاعبين هادو تما كاع فهم لاعبين كلهم الله يسخر ودا خالد الله يسخر هادشي اللي عندنا ما نقولو لك بقاو لي واحد بقاو لي واحد ست حمامات بقاو فيا ومن هنا كنقول نداء وكنشكر الناس ديال الجديده الناس ديال اسفي كنشكر الناس ديال اسفي على هاد الباديه اللي داروا زعما راه فرحونا بزاف زعما واخا ما جانا انا والو من داكشي ديال القوه ولكن الحمد لله كاين الخير الحمد لله والله زعما فرحونا بزاف ان الولاعه غتزيد قدام ان شاء الله داروا لو جيست مزيان هادشي اللي كاين داروا لو جيست وزعما تبارك الله عليهم وبرافو عليهم من عندي نشكرهم بزاف راهم بزاف هاد الباديه اللي داروا والحمد لله والله يسخر لك اخويا الاخ خالد وحمامات ديال راس الراس راه ما كتوضرش راه واخا يكون اجواء كما كان اما كاع طلقتهم وكاع جاو والحمد لله حمامات اللي ضاربين كلهم رجعوا هذوك السنه اللي مشاو ليا باقي شنابر ولاد ولا مو الدم ديالهم ممكن نقول قدر يكونوا باقي صغار تصيدوا ما عرفوش ولكن حمامات كبار اللي عندهم تجربه راه ما يمشيوش ولكن الاخ خالد كما تيقول واحد المثال ضروري خصك تعشر
وضروري ضروري ضروري ما تبقى حمامه ولا جوج ولا ثلاثه ضروري عشان بست حمامه ما يمكنش تفرخ 40 حمامه ولا 50 حمامه ويدور على العام وتبقى عندك هي هي. انا هاد العام ديش 30 كاين شي في ما غاديش تفرخ العام الجاي ماشي هاد العام ديش 30 ودرت تلقات دات لي 6 وجوج مشاو لي فيتاس دو ميكون تلقى الكاليتي مشاو لي 6 وهذا الحمد لله كيبان لنا الحمام راه العجينه اللي عجنت خدمة راه راسها مزيانه الحمد لله. الله يسخر لك اودا الاخ خليل وباقي نطالق ان شاء الله وانا تحافظ على هذه السلاله ديالك. لا غادي كتبان لي هذه السنه هذه راه تبارك الله عطات الكلمه ديالها هذه تبارك الله عندها 7 دبلومات هذه هاي عندها الراس اليوم عاوتاني هذه تاهي اخر هي هذه كما كتشوف معنا في الصوره دابا تروازيان في اركان سينما قالوا قالوا كيفك كيفاش كيفاش دايره كما كتشوفوا معنا الله يسخر لك وهذه تاهي ضربت تطلق لي فاجج في هاد الموفيطه الكريشه ضربت فيها المري هذه بنت بدعيه ديالي بنتها تجي تدير شي لا كونترول عندها جوج ديبلوم عندها جوج هذه عندها 8 ديبلومات هذه جا نسلك دابا تبارك الله هذه بريمير دوزيام ولكن نفسها بكوزا تبارك الله تبارك الله ودا خليل بعد ما نقول لك 8 ديبلومات وهذه حتى هي عندها 6 بعد ما نقول لك ودا خليل هذه هذه بنت بلجيكي حق الوكيل يكتب مع الورديه جنسن الله يسخر وحمام وحمام تبارك الله هذه اللي حداها عنده جوج ولد بدعيه تو عنده جوج ديبلومات والحمد لله كاع الحمام ضارب راه مخليه عاد نكملها في الشناب اللي ما ضربوش نكمل بهم اللي ما داروا والو الله يعاونهم الله يسخر الاخ خالد الله يسخر لك هذا هو اللوك المتواضع ديال اكرد خالد كما كتشوفوا معنا في الصوره انت راه كنت كنت خمسه ولو على قد الحال ديجا 8 هاد السيمانه بروميير دوزيام شيم 8 على 8 الله يسخر لك الحمد لله كنهز الحمام كنعرف راسي غنضرب ان شاء الله كنا 4 5 كنعرف راسي غادي نضرب علاش عارف اش غادي واحد ضربه 8 واحد ضربه 7 واحد ضربه 7 مبروك عليك الحمد لله في اي جمعيه كنلعب فيها كيجيب الله الحمد لله الحمد لله هاد السيمانه هاد السيمانه ان شاء الله راك حاضر في الداخل لعبنا في بيضاويه ضربنا لعبنا في حداويه منتدى التحدي سيدي عشمان اي جمعيه كنمشي الحمد لله كندير الحمام وكيجيب الله التيسير وهذا معروف عمرك لعبتي فيها؟ يا زعما حداويه حداويه هذاك العام 11 ديبلوم معاهم ذاك العام مزيان الله يسخر لك ما كانش عندي هادو كان هذا الله يسخر ولكن كنصح موالي انه يحاول يحافظ على الحمام ما يكبش الشنابر ما يحاولش يفوتوا فيهم 500 كرام هذا 500 450 كرام الله يجعل العام الاخر غادي يبغوا يبرعوهم هذاك الشيء اللي كاين وكنشكروا الاخ بالعيد وكنشكروا الاخ بالعيد على هذه الزياره هذه نشكروا جميع الموالي وشكرا نشكرك بزاف الاخ خالد تفضل معايا في برا ديال اللوك ديالك باش نشوفوا جينا باش نوريو الموالي عش جينا ديالو هذا هو اللوك المتواضع ديال اكرد خالد الله يسخر لي هذه السنه هذه راه هو حاضر حاضر وحاضر بقوه الله يسخر ليه كنت تلقى الحمد لله كنت تلقاك تجي عندي الله يسخر لك هذا هو اللوك ديال الطونديما اكرد خالد عابد ما بقاش في السجنه سيدي الله يسخر ليه عاديه السجنه اللوك المتواضع صالح الحميمات يكونوا زوينين الله يسخر ليه الله يسخر ليه شكرا في تواجد معنا هنا واحد البطل ماشي كلمه معروف شي كلمه هلا سبيجو معروف في الفيسبوك وصلاح الدين امشد الكلمه ديالك حول هذه المسابقه ديال الوالديه ديال البطل ديالنا اكرد خالد عابد بين التوقعات كما كان كيقول كلشي كيقول بان كرد خالد معروف الفيتاس بانه غيضرب داك الشيء اللي كان ضرب بروميير دوزيام في القدس ويكون مع 8 ولا 6 الاوائل في البيضاوي بجوج حمامات الله يسخر وكان الله يسخر ليه والمسيره طيبه ان شاء الله من القدام الله يسخر ليه وتيتواجد معنا انا واحد البطل معاد السلام عليكم كما العاده الشقيق ديال اكرد خالد الصباح كنت معاه الابتسامات ديالك حول هذا البطل اللي كنتي حاضر معاه في الوقيته ديال الديكلاراسيون تبارك الله راه ديما حاضر اي جمعيه كيلعب فيها كيضرب كل تلقاه راه ديما عنده في السطح الله يسخر ليه خيم معايا خيم معايا وطال الصباح قلت لك راه غنضرب اليوم راه بريمير دوزيام حاس بها ديما يبقى يحضر معاك راه كيبان لي مرزاق بورت مالور الله يسخر ليه الله يسخر ليه هذا هو البطل ديالنا اكرد خالد كما كتشوفوا معنا في الشاشه بطل ديال هذه المسابقه ديال الوالديه عن الجمعيه ديال القدس وهذه المسابقه الاخوان مشتركه بين الجمعيه البيضاويه وجمعيه ديال القدس وتحتل فيها ربما ولكن 100% ربما غادي يكون المرتبه الاولى والثانيه ان شاء الله وغادي يكون ربما على حسب الاتحاد غيكون في المرتبة الثانية بعد البطل ديال ماريلون جمال ماريلون المعروف ديال البطل في المسابقات القصيرة والمتوسطة وهذا تيأكد ليه الأكرد خالد بأن
باش هو بطل قادم وقادم بقوة إلى إن شاء الله في المسابقات القادمة وفي السنوات القادمة. وهذا الأخ ديال الصديق ديالو معاد، لا بو معاد كيحضر معاه، كيحضر معاه في جميع ديال المسابقات وكيجيب الله التيسير. وهادشي اللي كاين الله يسخر، الله يسخر. الاسم ديالي بالعيد منتاقي، الناطق الرسمي للاتحاد الجمعية ديال الدار البيضاء الكبرى. جينا عند الاخ اكرد خالد باش يجيبوا لي واحد العمليه باش يجيبوا الحميمات ديالو في هذه الجمعيه ديال القدس، فتحتل المرتبه الاولى والثانيه عن جداره واستحقاق. الى هنا نستودعكم الله، والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله ان شاء الله ومع بطل اخر. الى اللقاء.